إضافة إلى اللاعب عمر الكواسي. إذا على بركة الله انطلقت المباراة. الكرة عند اللاعب هشام كيلعب عند دريس. دريس كيستعد كي قطفة قوية. قطفة قوية العميد فريق رجاء أكادير دريس. وتدخل بارع الشطارة ديال عز الدين حرشي كتعود الدخول. إلى العد الطالبي وتدخل خطيرة خطيرة بينما عصام كيخسر. يا خطيرة. جول 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 المولودية. مولودية تخريب كتستاتر التسجيل عن طريق هداف الفريق صلاح أخري بعد تلقيه هدية فوق طبق من ذهب من قيدوم الفريق الطالبي اللي أيوب اش غيعمل بها. كيلعب عند إدريس. إدريس نتمنوا تكونوا استمتعوا معنا في الخمسة دقائق أو الساعة الأولى بعد تبادل كروي جميل بين لاعب رجاء لاعبي فريق رجاء أكادير. ضربة رأسية بديعة اللاعب أيوب كترتبط بالقائم وتدخل الحارس حرشي في الآخر مرتدة. عصام وجه لوجه والقائم كينوب على الحارس هشام ومرتدة الصقر وبرافو عز الدين حرشي كيدخل في المكان الزرع عند دريس. برافو شطارة شطارة برافو حارس مولودية خريبكة اللي لولا لك كانت النتيجة تكون الوجه مع عصام الزروالي مع عصام. القائم كينوب على الحارس حرشي وكتخرج ضربة شرط لفريق مولودية خريبكة. وراء الكرة عصام الزروالي تلاعب الزروالي يا حرشي الكلمة الأخيرة دائما وأبدا للحارس خريبكي بقيادة حرشي عز الدين. خطيرة للرجاء ولك تبادل كروي جميل بطريقه سلسه للاعبي فريق رجاء اكادير. حذاري من صلاح اخري هداف الفريق. حذاري هداف الناس مرعب حراس وجه لوجه مع هشام متين طالع من الخلف من داخل مربع عمليات فريق مولودية خريبكة وكيتوغل من وسط الميدان بقنطرة صغيرة اللاعب الزروالي وكيبقى وجه لوجه مع الحارس هشام وما كيوجدش على صلاح أخري. الرجاء كثرة ترمي بكل الثقل ديالها على عز الدين. جول 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 رجاء أكادير كتسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب عمر بعد قطفة قوية لم تترك اي حد مره للحارس عز الدين وكتغير النتيجه وكتصبح 2-1 صوت جميل مثير. نتمنى تكونوا مستمتعين. وحذاري مرتده خطيره المولوديه تخرج قادها عصام اللي انفرد بالحارس هشام وكيقذفها والكلمه الاخيره للحارس السوسي اللي دخل في الزمن المكان. تستقبل مولوديه تخرج جات عند ايوب. حضر الايوب بقطفه قويه ومركزه وارتماء انتحاري بينما مرتده حذاري هدف جول 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 رجاء اكادير تتعدل الكفه فضل لحظات بعد مرتده هجوميه خطيره ولاعبي فريق مولوديه خريبكه كيحتجوا على الحكم دعوة ان الكره لمسات يد اللاعب لاعب السوسي تحافظ بها. كيلعب عند ايوب مسجل هذا التعادل. كيلعب عند عمر محسن. رجاء اكادير كتصافق على ثلاثيه بعد تسجيلهم هدف التعادل. اللاعب ايوب يسجل الهدف الثاني بعد قطفه قويه وتدخل الحارس حرشي ومرتين ايوب كيسكنها في شباك مرمى الحارس حرشي وكيسجل الهدف الثالث لرجاء اكادير في هذه اللحظات. خمسة عشر دقيقة وجه لوجه مع عصام عن فيصل بينما الهاري على مرتين. الشطارة والمهارة اللي حارس مولودية خريبكة شابو من هذا المنبر اللي عز الدين حرشي اللي لولاه لك خوف. هذه خطيرة برافو الحارس الصقر هو عفوا رجاء أكادير بينما عصام صلاح أخري كان غيوقع مولودية خريبكة. عصام جول مولودية. كما قلت لكم سابقا حذاري من مولودية خريبكة مرتدات صبح رامي بكل الثقل ديالو في لحظات.
هاي 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 برافو لحارسي الفريقين، لا هجمة في هيئة خطيرة. الله 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 على مقابلة، الله 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 على مقابلة، الله 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 صلاح راهو، الله 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 صلاح راهو، الله 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 على حارس، الله على حراس، تبارك الله ما شاء الله، حراس مبدعين، برافو لحراس شباب خريمكا، عفوا لحراس فريقين رجاء اكادير مولودية خريمكا، حذاري من الطالبي، حذاري من ضربة جزاء، ضربة جزاء امام اعين الحكم، والحكم ما كيتغاضاش عليه وكيعلن على ضربة جزاء لفريق مولودية خريمكا بعد عرقلة عميد فريق مولودية خريمكا. وعصام عصام جول مولودية خريبكا، مولودية خريبكا كتقلب طاولة على صقر اكادير وكتصبح 4-3 مع تسجيل اللاعب عصام لضربة جزاء. اي 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 لقاح يتشكوك مثير مجنون. فعل عاجل بينما مرتدة المولودية بقيادة زياد. المولودية المولودية كتستعرض العضلات ديالها داخل قاعة ولكن اوه اي 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 جول 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 المولودية 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 اي 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 سدس سدس عصام نسلم الجهة اليمنى حذاري حذاري من المرتدات المولودية اي 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 جول سبع المولودية كتقضي على الأمل وكتحطم الأحلام الأكاديرية في هذه اللحظات بعد تسجيل الهدف السابع لصلاح الدين أخري بعد ما انفرد في الحارس أسامة ووقع الهدف السابع. أي 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 المولودية كتضرب بقوة من الحائط حارس عزديك السعيد. أوه عزدين جدار حائط برلين عزدين جدار بشري اسمه عزدين حرفي بينما دقيقة ثلاث نقاط من خارج الديار بينما تلعب عز الدين وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهاية المقابلة بتفوق فريق مولودية خريبكا على رجاء أكادير. إذا ما بقى لي سيدتي سادتي سوى أن أودعكم في أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله وإلى اللقاء.